الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه وتمسك بسنته. وبعد، قال الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلم. من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث المخرج في الصحيحين فيه بيان ما ينبغي أن يكون المسلم عليه لأخيه المسلم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لكن لا يتركه يظلم، وهو يستطيع أن يمنع الظلم عنه، إن قدر بنفوذه أو بشفاعته أو بأي شيء يدفع الظلم عن المسلم. وإنما ذلك يحتاج إلى علم أنه مظلوم، لأن ليس كل من يدعي أنه مظلوم يكون مظلوما. قد يدعي الظلم نفس الظالم. والنبي بيّن أن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا يتماسك. هذا الحديث الصحيح الذي يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم فيما يتعلق بكل كف ظلمه عن الآخرين، وهو داخل في حديث أبي ذر الذي فيه القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالمسلم ينبغي له أن يتجنب الظلم دائما وأبدا. وإذا رأى أحدا يظلم ويستطيع أن يرفع الظلم عنه حتى لو لم يكن مسلما، فإن أحد الصحابة رأى أناسا يطلب منهم الجزية ودعوا الإعسار فأوقفوا في حر الشمس، فمر أحد الصحابة قال: ما هؤلاء؟ قال: إنهم قيل لهم وقوفون في الجزية. فدخل على الوالي حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الظلم لا يحل من المسلم، لأن من شأن المسلم أنه متصف بالعدل دائما وأبدا مع أوليائه ومع من ليسوا بأوليائه، لا يحيد عن العدل والإنصاف. ففي هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهمية المسلم، لا يظلم لكن لا يترك أخاه يظلم، وهو يعلم أنه مظلوم، يعلم أنه مظلوم ويستطيع أن يدفع عنه. إن دفع عنه بنفوذه وسلطته فبها، إن لم يدفع عنه إلا بالشفاعة له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين أمر الإنسان أن يشفع، وقال لهم: اشفعوا ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. يعني إذا جاءه أحد يطلب حاجة يقول لأصحابه: من علم سببا يمكن أن يشفع فيه فليشفع. وكان النبي ينميهم ويربيهم على أن يقوموا بالشفاعة إذا اقتنعوا أن الذي يراد الشفاعة له أهل لأن يشفع له. فلا يسلم المسلم وأخاه وهو يستطيع أن يدفع عنه، فإذا لم يستطع فليدعو الله جل وعلا أن يفرج له. من فرج كربة من كرب الدنيا، ومعلوم أن هذه الأمور المطلوب فيها أن يكون العمل لله بإخلاص العمل له. من فرج كربة عن مسلم يعني من كرب الدنيا، تأتي في سجن، في حبس، في منع حق، في أمور كثيرة مما يجد الإنسان فيه أنه محرج في هذا الأمر، فالذي يستطيع أن يفرج له ويدفع عنه ما يراه كربة وشديدا عليه، يبتغي بذلك وجه الله، يفرج الله عن المفرج كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة أمرها خطير،
لكن فيها شفاعات، في الشفاعات التي يأذن الله جل وعلا بها. وإلا ففي يوم القيامة لا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا من ارتضى؟ لا أحد يقدر يشفع إلا إذا أذن له بالشفاعة. فلينظر المسلم في مثل هذه الأمور، إذا رأى إنسانا مكروبا وعلم أنه في حال كربة ويستطيع أن يفرج عنه فليفرج ابتغاء مرضات الله، ويكون ثوابه عند الله. والثواب الذي يكون عند الله لا حدود له، لأن الله جل وعلا يعطي من غنى لا نهاية له ومن قدرة لا مانع له. فليحرص المسلم على نفع إخوانه المسلمين، والمسلمون في كل وقت يوجد فيهم من يكون في حاجة، في كربة طرأت، في أي شيء. في نفس الحديث: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يعني إذا ستره لم يفضحه في أمر، لكن هذا بصرف النظر عن من ارتكب عملا يستوجب حدا وثبت الحد، فإنه لا يجوز فيه الشفاعة، لأن من ثبت عليه موجب الحد. فإن كان له عقوبة محددة لا يحل لأحد يشفع، وإن كان لا خصومة بين شخص وآخر ويمكن يشفع عنده قبل أن تبلغ السلطان، فإن الشافع ينبغي أن يجتهد في ذلك ابتغاء مرضات الله. أما من شفع في حد من الحدود التي عقوباتها عقوبات محددة من الشرع، فلا يحل لأحد أن يمنع تنفيذ العقوبات الشرعية إذا ثبت موجبها ولم يطرأ ما يغير الواقع عليه. فليحرص المسلم، ثم ليحرص المسلم أن يتجنب التماس عورات الناس والسعي في فضائحهم بقدر ما يستطيع، دون أن يمنع حدا أن يقام أو حقا أن يستنقذ. ينبغي للمسلم أن يكون دائما مهتم بإخوانه، والله أمرنا جميعا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا جميعا عن الإثم والعدوان، ونهانا وأمرنا بالتناصح، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ثم قال: والنصح لكل مسلم. فمن شأن المسلم أن يكون ناصحا صادقا في نصحه إلى الآخر لإخوانه المسلمين. وفي وقتنا هذا كثرت الأمور المزعجة في العالم الإسلامي، فيحتاج الناس إلى أن يتعاونوا بقدر المستطاع في رد الظلم عن المسلمين، وفي نصر المظلومين من المسلمين، وفي إغاثة المحتاجين للعون واللطف والمساعدة. وشهرنا هذا شهر الخيرات وشهر الكرامات وشهر التعاون على البر والتقوى وشهر الإحسان من القادرين على العاجزين ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فليغتنم المسلم فرصة هذا الشهر المبارك، وليحرص على تلمس حاجات المسلمين، والحرص على معرفة من يكونون في حاجة لرفد أو إعانة أو دفع ظلم أو تفريج كربة، وليبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة حتى تضاعف له الحسنات، وحتى يخرج من شهره إذا خرج بإذن الله وإذا به قد أحسن الأخذ بالأسباب التي تكون أعظم أجرا وأجل نفعا وأكثر فرجا له في الدنيا والآخرة. ثم ليحرص المسلم يا عباد الله، ليحرص المسلم في هذه الأيام على أن يكون له من العمل الصالح أكبر قسط يستطيعه من أداء العبادات الواجبة، فيتعين عليه أن يحسن أداءها. ومن آداب العبادات التطوعية كالتهجد في الليل وصلاة القيام ونوافل العبادات في الليل والنهار، وكالذكر والإكثار منه. فإن النبي قال لأحد الصحابة ويسأله، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فانظر
إلى هذا الخير الذي جباه الله لنا وهيأ أسبابه، فليحرص الواحد من الإكثار فيه بالتسبيح والتهليل والاستغفار والتعظيم لله جل وعلا، ثم ليحرص أيضا في أدائه أعماله ألا يكون حريصا على انتشارها إلا إذا كان محل قدوة يقتدى به ويقلده الآخرون إحسانا منهم بالظن به فلا حرج. الله جل ما ذكر الصدقات قال إن تبدوا الصدقات فنعمها وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، يعني إذا أبديتموها ليقتدي بكم فحسن، وإن أخفيتموها مبالغة في أن يكون تعاملكم مع الله سريا ذلك أفضل. ولذلك أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة، الشخص الذي يتصدق بالصدقة لا يعلنها حتى يقال هذا محسن، لا، حتى يخفيها لا لو قدر أن لا تعلم شماله عما تبذل يمينه لفعل، لأنه يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية. فليحرص المسلم في كل أموره أن يحرص على الإسرار بها إلا إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، بأن يكون قدوة في البذل، قدوة في الإحسان، قدوة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قدوة في إعلان الذكر، كل ذلك إذا قصد فيه الخير ولم يقصد القيل والقال فإنه يحصل على خير كثير. فاجتهد أيها المسلم، اغتنم أيامنا هذه ولا يلينا هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المشرقة بالخيرات والبركات، فاحرص على أن تكون من أوفر الناس حظا، ثم في كل عمل تؤديه اظهر الاستغفار. الاستغفار، انظر، شرع الاستغفار وفعله النبي حالما يسلم من الفريضة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. إذا سلم أول ما يبدأ يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، مع أنه أدى عملا كبيرا وعملا هاما وعملا هو عمود الدين، ومع ذلك يستغفر الله. فكيف بنا جميعا؟ ينبغي أن يحرص الواحد على الإكثار من أستغفر الله. وإذا كان على خيرا هذا الاستغفار نفعه، وإن كان على مضرة كان ذلك الاستغفار جالب خير له، كما مر في أثر الاستغفار حتى في أمور الدنيا والتنعم بها وكسبها ونزول أسباب استدرارها وخيرها. فاحرص أيها المسلم في هذه الأيام، ثم إذا رأيت يوما مضى أو ليلة مضت وتفكرت فيها وجدت في نفسك شيئا من القصور، فوطد العزم على أن لا تكون في الساعة القادمة أو في اليوم الآتي أو في الليلة القادمة كالليلة التي لم ترضى عنها، بل حاول أن تعود نفسك في كل يوم أن تزداد رغبة في الخير واهتماما في التحصيل، تحصيل الأجر من الله والإكثار من الاستغفار والتوبة في كل وقت. فربنا أخبر أننا نخطئ بالليل والنهار، والنبي أخبر أن كل بني آدم خطاؤون، وأن خير الخطائين التوابون. فلنحرص على أن نكون من المتصفين بالإكثار من التوبة. الذنوب قد ننساها أو قد لا نتذكرها أو قد تمر بنا دون أن نشعر أنها ذنوب لأسباب كثيرة، والاستغفار لا يمر هكذا، لكن المهم أن يكون الاستغفار مبذولا ابتغاء مرضات الله ورغبة في تكفير السيئات وحبا في خزن الأعمال الصالحات. فاجتهد أيها المسلم. ثم أكرر النصح على أن تحرص في أداء صلاة الليل، أن تجاري الإمام وتصلي مع المصلين سواء كان الإمام واحدا أو 3 أو 4، تصلي صلاة الليل مع الجميع حتى يكتب لك أنك صليت الليل كله، كما ثبت في الحديث الصحيح أن من صلى مع الإمام حتى ينتهي من صلاة الليل كتب له
كأنما صلى الليل كله. احرص على أن يكتب لك عند الله أنك من المصلين الليل كله لما في ذلك من الخير الكثير. أسأل الله بأسمائه وصفاته الذي من علينا في هذا الاجتماع في هذا المكان المبارك عند أشرف بناء وأقدم بناء للعبادة في وجه الأرض بيت الله العتيق. أسأل الله الذي جمعنا على ذلك أن يجعلنا جميعا من المتقين وأن يمنحنا جميعا ذكرى الموت والإكثار من الاستغفار والحرص على أن نلقى الموت بأعمال صالحة وبعفو من الكريم الأكرم. اللهم أغث قلوبنا بغيث الإيمان وأغث بلادنا بغيث الخير والبركة والثبات على الحق والهدى وأغث البلاد الإسلامية بالهداية والتوفيق في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز دينك وأعلي كلمتك وأنصر أولياءك واخذل أعداءك وفرج عن المكروبين في كل مكان من بلاد الإسلام. ما أكثر المضطهدين في كل مكان في بلاد الإسلام وإن اختلفت الأحوال واختلف الاضطهاد واختلف نوع الظلم فإن كثيرا من البلاد الإسلامية يغشاها ما يغشاها. فنسأل الله أن يفرج عن كل مظلوم من المسلمين وعن كل مقهور من المسلمين بظلم وأن يعاجل المضطهدين في بلادهم المغلوبين على أمرهم المتكبر عليهم كالشام ونحوها أن يعاجلهم بالفرج العاجل بمنه وكرمه وأن يرينا بأولئك المتكالبين على خذلان أهل الشام أن يرينا فيهم الهزائم المتلاحقة والدمار في أوطانهم وأهليهم وأن يسلم المسلمون وينجو جميعا من كل شرورها كما نسأله جل وعلا أن يرفع الفتن عن بقية البلاد الإسلامية التي حل فيها ما حل من يمين ويسار ويتم على المسلمين الأمن والأمان وأن يوفق ولاة أمر هذه البلاد للمحافظة على أمنها.